موجات حر قياسية وتحذيرات دولية وإنذارات ترفع حالة الذعر والخوف لدى سكان العالم من الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة. في العالم العربي يختلف الأمر قليلاً، إذ تتحكم ظاهرة مناخية صعبة لعدد من الدول العربية. فما هي هذه الظاهرة؟ القبة الحرارية، وهي منطقة جوية معزولة نوعاً ما، تتولد نتيجة نشوء منطقة ضغط عال في طبقات الجو العليا، وتسبب تراكم كتلة من الهواء الساخن أسفل منطقة الضغط، وهو ما زاد درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في 7 دول عربية، وهي مصر، العراق، السعودية، سوريا، ولبنان، والأردن، وفلسطين. وهو ما يتزامن مع تحذيرات الأمم المتحدة من أن العالم بأسره يشهد أعلى درجات حرارة في تاريخه. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة نشرت بيانات أولية أشارت فيها إلى أن شهر يوليو هو الأكثر حراً مقارنة بالأعوام الماضية، وفي اليومين المقبلين يتوقع خبراء الأرصاد الجوية في مختلف دول العالم أن تعادل الحرارة أو حتى تتجاوز أعلى درجة حرارة للجو تم قياسها بشكل موثوق على الأرض على الإطلاق. وتزداد المخاوف فعلاً بشأن مدى قدرة الدول خصوصاً الأوروبية منها على التعامل مع موجات الحر الشديد، خصوصاً أن بنيتها التحتية غير مؤهلة لذلك. فامتداد تأثير ارتفاع الحرارة يصل إلى تأخير سير القطارات وإمدادات الكهرباء، ناهيك عن تأثر إنتاج المحاصيل الزراعية.